خلينا بقى نروح للجنة الشباب بالنادي الأهلي اللي نظمت بالتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية. لقاء كان مهم جدا، ده ضمن اللقاءات اللي كنا قلنا لحضراتكم عليها اللي هي الأهلي توكس. آخر لقاء كان مع كابتن زكريا ناصف وأكيد كان لقاء ممتع جدا. خلينا نشوف جزء ونرجع نكمل. شاركت مع النادي الاهلي في بطولات كتيره قوي في التسعينات وفي الاول الالفينات، سواء في الفولي وفي الباسكت وفي الكوره، فبالتالي بننقل ده لان هم حابين ان هم يخوضوا المجال الاداري. فبالعكس يعني نقلت بعض الخبرات، سواء الخبرات الدوليه زي تفاصيل عن تنظيم الاحداث الكبيره زي الاولمبيكس وزي كاس العالم، واديتهم فكره ازاي بيتم تنظيم الاحداث الرياضيه، وهم كان ليهم اراء واقتراحات. والحقيقه يوم حلو قوي بشكر فيه طبعا اللجان المنظمه ولجنه الشباب هنا في زايد وكل اللجان المشاركه والاعضاء طبعا اللي كانوا موجودين. فالحقيقه يوم حلو قوي في زايد النهارده. يمكن احنا كشباب استفدنا جدا من الندوه دي، احنا يمكن فكرنا ان احنا نعمل ندوات الاهلي توكس تكون ندوات تعليميه رياضيه، لان احنا مش في النادي الاهلي بس، في مصر كلها في كم هائل من الشباب عايزين يدخلوا العمل الرياضي ويشتغلوا في الرياضه ويحاولوا شغفهم لان هم يشتغلوا ويكون ده الكارير بتاعهم يمكن، ولكن الفكره هم مش عارفين يعملوا ده ازاي او يبداوا منين او ايه الخطوات اللي ممكن ياخدوها. عشان من كده احنا فكرنا نبدا اولى الاهلي توكس في الحاجات التعليميه الرياضيه، وبدانا باسم كبير زي كابتن زكريا ناصف كونه استاذ محاضر في الفيفا وريدي بيدرس الموديول وتنظيم الاحداث الرياضيه وفي الفيفا. احنا بنحاول ان احنا النهارده كلجنه شباب ان احنا نبدا ازاي هنفيد الشباب في النادي، ازاي نخلي الشباب يحقق اكبر قدر من الاستفاده على مستوى بقى اجتماعي او رياضي او ايا كان الليفل اللي بنتكلم عليه جوه النادي، عن طريق ان احنا كشباب لان احنا برضو يعني فئه عمريه، احنا كلنا فاهمين بعض وفاهمين ايه اللي ناقصنا واحنا محتاجين ايه. فكره الاهلي توكس النهارده ان احنا ممكن بدل ما النهارده مثلا حد يبقى مش قادر يحدد هو محتاج ايه، قادر يحدد الفيلد اللي هو في الرياضه او في ايا كان هو نفسه يشتغل فيه او نفسه يكمل فيه، ممكن ما يكونش عنده البيز اللي يقدر يعرف منه. الاهلي توكس ادتنا فرصه ان احنا نشوف مجالات مختلفه جديده، يعني مجال تنظيم الرياضه او الاحداث الرياضيه في مصر مجال جديد شويه، مش مشهور، مش معروف قوي، الشباب مش عارفه ازاي تقدر تدخله، من رغم ان احنا نظمنا بطولات افريقيه وعالميه كبيره الفتره اللي فاتت، ولكن بيبقى برضو الموضوع لسه في يعني مجهول شويه بالنسبه للشباب. فالاهلي وفر لنا النهارده ان احنا نعرف عن طريق كابتن زكريا ازاي نخش المجال دوت وازاي نقدر نبص عليه، وده موجود بشكل عالمي يعني.